عليكم، مرحبا بكم خوتي خوتاتي عندي في القناه. اليوم فيديو جديد ان شاء الله، غادي نقول لكم الاثمنه ديال الماكينه اللي عندي حاليا في المحل. فكما كتشوفوا الخوت، شويه السلعه قلالت بزاف في السوق، وحاليا غادي نقول لكم الاثمنه اللي عندي انا حاليا في المحل. فكما كتشوفوا كاينه ليجوند مود ان يو اس ام بالفيل، دايره 950 درهم مع جميع الاكسسوار ديالها. كاينه ليجوند اللي غادي يكون ان شاء الله فيديو خاص ديالها اللي غادي نشرح فيها جميع المميزات اللي فيها، وغادي نطرقوا حتى لي زاكسيسوار اللي كيجيو معاها. فهذه دايره حاليا 2050 درهم ليجوند سون فيل مود ان يو اس ا. تاهي كاينه الجاما بلس دايره 500 درهم، كاينه سوبر تابر سون فيل 870 درهم، كاينه الماجيك ليب هونغاريا الخوش 870 درهم، كاينه الماجيك ليب مود ان يو اس ا بسون فيل دايره 1300 درهم. فكما كتشوفوا كلشي الاثمنه مكتوبين فيها، فاللي بغى يعرف الاثمنه مرحبا، اوف مرحبا. اللي بغى شي تساؤل، اللي بغى شي حاجه يعرفها، النمره ديما كان